متابعي قناة انفاسبور، السلام عليكم. موعدنا اليوم في حلقة جديدة، وحنا السعداء باش نستقبلوا السي هشام شبورة اللي تم الانتخاب ديالو يوم 11 مارس 2021 رئيسا لفريق الرشاد البرنوسي. السي هشام، مرحبا بك وهنيئا بالانتخاب ديالكم. الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافة. أول حاجة بغيت نسولك هو علاقتك مع الحي ديال البرنوسي. والعلاقة الحمد لله العلاقة وطيدة، هذه تقريبا واحد 35 سنة وحنا كننتميو للبرنوسي. والحب ديال الرشاد ماشي وليد اليوم، إذا الحب ديال الرشاد راه من أيامات الرشاد اللي كانت كتلعب بالصباح وكانت كتقهر على الوداد والرجاء، زعما الحمد لله زعما في الثمانينات وفي التسعينات كنا متابعين. و ديرنيير مون دونك تفاجئنا في 2015 و كان عندك واحد التجربه مع رشاد البرنوسي في 2015 فاش طلع الفريق من هو طلع القسم الثاني. وي كان ديك الساعه حنا كان ديك الساعه سي العموري اقترع علينا باش نعاونوه في التسيير ديال هذيك السنه باش نطلعوا الفريق للدوزيام ديفيزيون. والحمد لله الكل شاف بانه حتى حنا كانت واحد لا بارتيسيپاسيون ديالنا اكتيف وتعاوننا مع الفريق طلع للدوزيام ديفيزيون. من بعد كان واحد شويه ديال الاختلاف بيناتنا ورجعنا للور بكل هدوء. نعم. وخلينا الامور غاديه لانه هذاك فريق عزيز ما خصناش. نعم. الواحد يقول راه كنشوشوا عليه، دونك بقات الامور وانا بقيت نتبع الفريق لحد الان. اذا دابا رجعت للرشاد البرنوسي، ولكن ترجعت سي هشام في واحد الظرف اللي اول الفريق ما عندوش ملعب، كل الناس كلهم تيعرفوا بان المحطه ديال الطرام هي اللي تبنات فيها بلاصه الملعب ديال الرشاد البرنوسي، ما عندوش ملعب، مشكل في ملعب تدريب الفريق في كل مره فين كيستضيف، ما عندوش موارد ماليه، يعني كاين مشاكل. انتم غادي تدخلتوا على هاد المشاكل، يعني كيفاش انتم غادي تصوروا باش تحلوا هاد الشيء كامل؟ وحنا دابا هذا تحدي. نعم. هذا تحدي فعلا. وتحدي كبير اللي بغينا نديروه، وتا هاد الثقه الكبيره اللي تايقين فينا ولاد البرنوسي، والثقه تا ديالكم انتم لان انتم كتنتميو للبرنوسي. دونك الحمد لله حنا عندنا واحد العزيمه على اساس باش نرجعوا الامجاد ديال البرنوسي والمشروع ديالنا في هاد خلال ديال 4 سنوات. نعم. اذا باش نمشيو لواحد دو زاكس اللي كانوا مهمين في البرنوسي، هو انه نعم. البرنوسي يرجع للمكانه ديالو اللي هي القسم الوطني الثاني، ومع الاهتمام بالمدرسه ديال الرشاد البرنوسي اللي عندنا واحد المشروع سبيسيال ليها بالذات اللي غادي الا جات الفرصه انه نقول. يعني شنو هما الاولويات ديالكم دابا؟ دابا انتم تنتخبوا في شهر مارس البطوله الختامه، شنو هما الاولويات ديالكم؟ دابا الاولويات راه الاولويات ديال كل مكتب مديري راه بطبيعه الحال ما غنقولش لك انا هو الفريق الاول، ولكن الاولويات هي الاستراتيجيه اللي كدار. مثلا حنا الاستراتيجيه حنا درناها على 4 سنوات. نعم. على المده ديال الولايه ديالنا. نعم. ولكن الاهتمام عهد السنه. نعم. غادي يكون تقريبا، لان دابا بحال ما كنقول هاد السنه راه نقول عن نص السنه، لانه حنا دابا الاربعاء الجايه غادي نديروا عندنا الماتش، عندنا الكانزيام جورني، دونك غادي نساليو كاع لي ماتش ديال لالي وغنبداو لي ماتش روتور. نعم. الحمد لله قبل ما نبداو لي ماتش روتور عندنا واحد 15 جور ديال الروبو. ديال الروبو. هذه غادي تكون فيها ان شاء الله من بعد الاربعاء غادي تكون فيها واحد الوقفه وديال تامل وديال نشوفوا هذه الحصيله ونشوفوا اشنا هو المسائل اللي خصها تكوريجا من بعد باش نمشيو على اساس انه لوبجيكتيف ديالنا هذا العام راه هو الصعود. علاش؟ لانه الا صعدنا القسم الوطني الثاني هذا البروجي اللي حنا غادي نمشيو به ان شاء الله غادي يكون عنده غيمشي سور دو بون باز. اذا الهدف ديالكم الاول هو الصعود للقسم الثاني، والهدف الثاني كنظن هو العوده ديال المدرسه ديال البرنوسي اللي المغرب كامل تعرف المدرسه ديال البرنوسي اللي عطات لعابه ولعابه للجميع. ما كاينش شي فريق مغربي اللي ما استفدش من المدرسه ديال الرشاد البرنوسي. طبيعة الحال انا قلتها وكنعاود نقولها انه المدرسة هي الاساس ديال المشروع ديالنا. سميتو الاسبوع الفريض كنت نيت ريحت انا والاخ ديالي، ريحنا مع المدرب وهضرنا معاه على واحد الاساس انه باش يعود يدير الثقة في واحد لي جون ويعاود انتغري بشوية بشوية لي جون. علاش؟
غادي يقول لك شي واحد بان هذه مساله تقنيه ما ندخلش فيها، فعلا ولكن لا فعلا. هذه مساله احنا استراتيجيه ديال الفرقه، ما يمكنش ليا انا غادي نجيب دراري جو ميكسكوز ما كان تاسف على لومو ديال الميرسونير اللي كيجيبوه، كيجيب الواحد يلاه يدوز معايا مرتزقه، يدوز معايا واحد 6 شهور باش انا غنبقى في نبقى مثلا نبقى في الهوات، ولا باش نطلع. انا كنشوف بانه كاينين شي دراري عندنا اللي ما خص تعطاهم واحد شويه ديال الثقه، تعطاهم الفرصه، لان دراري ما كانش عندهم العام اللي فات ما كانش عندهم الفرصه، جاوا دابا واحد 5 ولا 6 ديال لي جون ديالنا عندهم 19 20 عام. هذوك الدراري الا ما تعطاتهمش فرصه دابا وحنا في الهوات، ما كنظنش بان غادي يجي واحد وغادي يعطيها لهم في دوزيام ديفيزيون ولا في بريمير ديفيزيون. دونك هذاك الدري اللي عنده 19 و20 عام راه هو اللي خص يمشي معنا في البروجي ديالنا. والدليل انه في الموسم ديال 2014 و2015 كانوا عندنا 5 ديال الدراري عندهم 19 عام، والحمد لله طلعنا بهم، والحمد لله انهم هما تسوقوا في البريمير ديفيزيون. البرنوسي الفريق البرنوسي كان معروف دائما انه كيعطي فرصه لي جون. اذا دابا ما نكذبش عليك، دابا لي جون ما معطياش لهم فرصه، نقولها بصراحه. بس انت هذه القضيه مع يمكن الهيكله ديال التقنيه للفريق، يعني هو من ناحيه الهيكله حنا كنشوفوا الهيكله انها خصها تكون تقنيه واداريه. الاداريه حنا بصدد باش نديروا واحد لورنيانيغرام اللي غادي يكون شامل، فوالا، من لا بريزيدونس حتى الكوميتي ديريكتور بيان سور، حتى لي كوميسيون اللي غادي يكونوا لتحت. لان ما يمكنش لك انت غادي تجي دير واحد الهيكله اداريه وانت ما دايرش واحد لورنيانيغرام اللي هذاش عنده وهذاش عنده. والورنيانيغرام اللي غادي دار بانه كل واحد غادي تكون عنده ينفيش دو فونكسيون، هذا اش غادي يدير، اشنو المهمه ديالو، واشنا هي عقده الاهداف ديالو، بما فيها حتى البيرو ديريكتور، انه البيرو ديريكتور المكتب المديري اللي غادا تعطاه مثلا واحد الفرصه انه يدخل المكتب المديري، راه غادي تعطاه واحد عقده الاهداف. الا ما وصلش لديك عقده الاهداف راه اوفر غوميرسي كما كيقولوا. والمشكل اللي مطروح بحده ديال الملعب، شنو كاين فيه شي جديد؟ كاين شي المشكل ديال الملعب بطبيعه الحال ما غاديش نقول لك ماشي عائق، عائق بالنسبه لينا، ولكن حنا هاد السنه ما عندناش عائق بالنسبه للفريق الاول، ما عندناش مشكل، لان كنترينيو دابا الحمد لله مشكورين الناس ديال المقاطعه ديال سيدي مومن عاطينا الترخيص، كنترينيو فيه، ان شاء الله غادي ناخذوا واحد الترخيص اخر ديال واحد الجماعه اللي مجاوره بالمجهودات ديال رئيس الجماعه ديال سي البرنوسي مشكور. اذا غادي يكونوا عندنا هاد الجوج اللي غادي نكونوا فيهم التمارين بينهم هما وبين لي جون، لانه كنشوف بانه ما يمكنش لك انه نشوفوا عف السنيور وحنا مازال باقي لنا العام الجاي، وكاين يمكن انه واحد 3 ولا 4 دراري ديال اي 19 انه يطلعوا. دونك الا طلعوا راه خص يلقاو فين يترينيو، دونك حنا قبل ما يطلعوا عندنا خصنا نهتموا بهم هاد السنه، لانهم هما يا ما كيترينيو في دوك لي تيران دو بروكسيميتي. دونك ما يمكنش الواحد لي روبير ديالو يشدهم في تيران صغير وتلعبوا في تيران صغير، تلعبوا في تيران ديال ا 11 راه غادي يبان بانه دايخ. والدليل انه حتى البارح انا شفت واحد الماتش ديال المينيم مع الرجاء، كتشوف بانه الدراري هما الفين يلعبوا في داك التيران دو بروكسيميتي، داك التيران الصغير. دونك ملي لعبوا في تيران 11 كيبانوا داخلين، والدراري عندهم دي طالون، عندهم واحد عندهم زعما كيبانوا لك بانهم دراري مواهب. وما نكذبش عليك عجبوني واحد 3 ديال الدراري، اش نقول لك زعما نتمنوا ان شاء الله. لا سي هشام كاين واحد المساله، راشد بالروسي كان مفروض عليه انه يلعب بدون جمهور، وحتى واحد القضيه دازت واحد الفتره صعيبه على الفريق وحتى المحبين وواحد العدد ديال الفعاليات ديال البرنوسي، هذا واقع بعده على الفريق، ربما مع الرجوع ديالكم على حسب الاصداء اللي كاينه في البرنوسي ان ربما واحد العدد ديال الناس غادي يرجعوا للفريق، منهم مثلا جمعيه قدماء اللاعبين وواحد الفعاليات اللي ممكن لهم يعطيو. كيفاش انتم كتفكروا باش تتعاملوا مع هذه الفعاليات، الناس اللي باغيين يمدوا يد المساعده يعني ماديه معنويه للفريق؟ حنا من جهتنا هاد القطيعه اللي كانت بين المكتب المسير، هاد القطيعه اللي كانت بين المكتب المسير وبين كما كيقولوا الفرقه وبين الجماهير، حنا كنشوفوا بانه ما خصهاش تكون نورمالمون. علاش؟ لان فريق رشاد البرنوسي كيمثل واحد الحي، اذا وهذا الحي فيه الناس ديالو
اللي عندهم واحد الغيره، راه الا قالوا دي مثلا قالوا واحد انتقادات ما غاديش نشدوها بواحد سلبيه، غادي نشدوها بواحد الايجابيه. حنايا كنفكروا بانه غادي يدار واحد اللقاءات مع جميع الجمعيات، لا جمعيه ديال القدماء لا جمعيه الرياضيه اللي كتكون في اللي كاينه اللي كاينه في التريتوار ديال البرنوسي، المدارس كاينين في البرنوسي كاينين في المدارس، يعني تنفتحوا عليهم لان تهاد الجمعيات الرياضيه حنا كنفكروا باش من بعد هذوك الجمعيات الرياضيه اللي كتشتغل بحق انه نديروا معاها واحد اتفاقيات، وهذوك الاتفاقيات حتى هما كيكونوا بواحد العقده ديال الاهداف، انه اعطيني نعطيك فعلا. غادي يمكن مثلا طعمني بواحد جوج ولا ثلاثه الدراري، يعني انا مثلا في الديبي ديال لا سيزون نعطيك ليكيبمون، نعاونك بالكوارين، نعاونك بالتوريه، اتفاقيه التعاون، غيكون واحد اتفاقيه التعاون، وغادي يكون واحد الحوار ان شاء الله، انا كنوعدك غيكون واحد الحوار في السياق ديال الانفتاح الفعلي ديال البرنوسي في الانخراط. كيفاش كتفكروا في الخروج ديروا شي ثمن ديال الانخراط اللي غادي يكون يعني سهل الامور للناس؟ كنعرفوا برنوسي حي شعبي، انه يتفتحوا باب الانخراط على اوسع نطاق. هو انخراط ملي نهضروا بعدا اولا على الثمن، هو الثمن اللي داير البرنوسي هو 2500 درهم اللي كاين المينيموم، ما يمكنش لك تهبط على 2500 درهم. حنا غنخليو هذه المساله في 2500 درهم، غادي نخليوها، وانا شخصيا ما كتبانش ليا بانه ما كيبانش ليا بانه نقدروا نزيدوا فيها ولا حنا ماشي مشكل، غادي ندوز هاد الفتره وغادي نفتحوا باب ديال الخيرات، لان دابا الفتح ديال باب الخيرات ما يمكنش لينا نديروه دابا، خاص ملي يقرب يسالي لا سيزون. علاش؟ لان مع القانون الجديد ديال 30/09 ان خاص هاد المنخرطين الجدد دار الموافقه عليهم في الجمع العام العادي اللي غادي يدار في لافان دلا سيزون ان شاء الله. اذا حنا غادي نفتحوا ملي غادي يجي ملي غادي يقرب هذا الجمع العام تقريبا بواحد الشهر، غادي نفتحوا الباب ديال الانخراط للناس اللي باغيين ينخرطوا مرحبا بهم، ولكن كنقول انا اللي غتكون عنده واحد القيمه مضافه للفرقه، ماشي شي واحد مثلا اللي غادي يجي يخلص عليه واحد ولا واحد ولا غادي يجي يدير لاجيزاني غيكون خيرات حقيقي، واحد اللي غادي تكون عنده واحد القيمه مضافه للفرقه، هذاك مرحبا به. وفوق الرقم شحال العدد ديال المنخرطين دابا؟ دابا العدد ديال المنخرطين اللي كاينين حاليا اللي قانونيين واللي كانوا حضروا الجمع العام، اللي كان انهم قانونيا يحضروا الجمع العام هما 40، واللي معترف بهم الجامعه هما 40 منخرط. كي شفتوا في الجمع العام الانتخابي كانوا 30 من اصل 40. دونك حنا كاينين في كانوا واحد المصادقه على تقريبا 34 ولا 35 منخرط جداد، وان شاء الله من هنا لشهر 5 ولا شهر 6 ان شاء الله ديك الساعه اللي غادي يكون. لكن واحد الملاحظه بالنسبه للمكتب والمنخرطين، واحد عدد الناس ديال البرنوسي كيتسائلوا تيشوفوا احد ديال المكتب تيقول لك هاد الناس هما اللي كانوا، يعني ما كاينش التغيير، انتم دابا رافعين الشعار ديال التغيير، تيقول لك راه ما كاينش تغيير هذوك الناس اللي كانوا، يعني كيفاش تفسر نوضحوا هذه المساله هذه؟ دابا هذه المساله كان هذه حتى انا راه متبع لي ريزو سوسيو، عارف اش كيطرا في البرنوسي وشحال ديال الانتقادات. مي كاين شي وحدين اللي اتصلوا بيا وشرحت لهم وتفهموا الموقف، ولكن هذه فرصه باش نشرح لكم. يعني دابا في القانون 30/09 هو انه المنخرطين اكزيستون ستادير اللي كاينين دابا حاليا، راه المكتب كيتكون اللي جيتو لقيتهم المكتب كيتكون منهم. نعم. ما يمكنش ليا بحال دابا كاينين شي منخرطين اللي دخلنا معاهم دخلوا معنا في هاد الجمع العام العادي، ما عنديش الحق ندخلهم في المكتب الموسيقي. هذا توضيح، هذا ما عنديش الحق ندخلهم، ها هما ناس اللي باغيين يخدموا معانا وتا هما جايين تا هما باش يعاونوا ماديا ومعنويا، ولكن ما عنديش الحق، وشرحت ليهم وتقبلوا لان داك الشيء قانوني. انا ما يمكنش ليا نجي دابا وكنبغي ندير واحد لا ستريكتور ونحترم القانون ونجي وانا ما نطبقش القانون. لا القانون اذا الناس يعرفوا بانه هذا المكتب المسير ولا هذا المكتب المديري اللي معنا دابا راه من المنخرطين اللي كاينين. حنا كما قلت لك غادي نمشيو بواحد العقده ديال الاهداف وواحد الفيش دو فونكسيون ديال كل واحد، واللي ما غاديش يقدر ديك الساعه يساير الركب ديالنا راه غادي نطلبوا منه انه نتمنوا لكم
نتمنى لكم التوفيق ورشد البرنوسي خصها ترجع للمكانه ديالها كما قلتي. رشد البرنوسي اللي عطات واحد العدد كبير ديال النجوم ديال الكره المغربيه، يعني ما يمكنش لي نذكر الاسماء ديالهم لان الاسماء ديالهم كلهم كثيره وتعرفهم. وشكرا على تلبيه الدعوه ديالنا، والسلام عليكم. موعدنا في حلقه مقبله ان شاء الله.